أنت ننزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم.